السلام عليكم ورحمة الله. أبي جالو مانكاندو كابو كلا بانكورا من أدوني كلا ياسي تولا كنا. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَّا أَنتُمْ أَإِنْ ذُكِرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُشْرِفُونَ. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَشَاءُكُمْ أجرا وهم مهتدون. وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. واتخذوا من دون الله آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم.